متابعينا ومتابعي تليجراف مصر في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في لايف جديد. ان احنا موجودين مع حضراتكم النهارده داخل مدينه كفر الزيات، واداء صلاه الجنازه على الطفل ايمن فتحي اللي توفى بازمه قلبيه مفاجاه بعد عودته من الدرس، وهو يعني هو كان صايم كمان، يعني هو كان صايم. الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأوعية الدموية قال يا ريت بلاش التصميم على صيام الأطفال، وبالذات في الأيام الحارة مع الدراسة والاجتهاد، خصوصا في أيام الدراسة والإجهاد. وعن وفاة الطفل أيمن فتحي ابن كفر الزيات بسكتة قلبية، قال إن الفقيد عند رجوعه من الدرس وهو صايم قبل الفطار وقع مغشيا عليه، وفشلت معاه جميع محاولات إنقاذه من قبل الأطباء. كمان رجح الدكتور جمال شعبان إن الطفل كان غالبا يعاني من اختلال وراثي في عضلة البطين أو متلازمة وراثية في اختلال كهربة القلب. وقال كمان إن يجب الفحص القلبي الشامل لإخواته وأسرته، ونصح كمان كل أب وكل أم عنده طفل أو يعني طفلة يبدأ وصل لسن الصيام أو يبدأ إن هو يصوم يعمل له كل الفحوصات اللازمة، ويعني يعمل له كل الفحوصات اللازمة من أجل الإطمئنان على الطفل. كمان هنا في صلاة الجنازة يمكن الأطفال زي ما حضراتكم متابعين معانا، الأطفال أصدقاء الطالب المتوفي حرصوا على الحضور والمشاركة في تشييع جثمان صديقهم أيمن فتحي. حالة من الحزن الشديد بتعيشها مدينة كفر الزيات منذ الأمس بعد خبر وفاة الطفل أيمن فتحي. حضراتكم متابعين معانا الأطفال من أصدقائه كانوا حريصين على الحضور، ويتم الآن أداء صلاة الجنازة. هو كان صاحبه؟ كان صاحبه، ما هو معاه في المدرسة أصلاً. بس بقى
تمشيش من جنبك. ايوه يلا يا جماعه حضراتكم بتصوروا الجنازه حتى اخر مره شفته في المدرسه. اخر مره شفته ايمن امتى؟ كان معاك اخر مره شفته امتى؟ كان امبارح. قال لك ايه ولا عملته ايه؟ قاعد يكلمني. قال لك ايه؟ قاعد يقول انت عامل ايه لما تمشي المدرسه لو راح مشي هو واخوه. انت قلت له ايه بقى؟ قلت له الحمد لله انا بقى هنا اه راح سايبني وماشي. وعرفت ان هو اتوفى امبارح. اه ماما لسه رايحين القصه ده وهو عرف ان هو اتوفى. عايز يمشي بالفراغ من السلخان هو اللي حاول فيهم. يمكن متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان نقلت يعني تشييع جثمان الطفل ايمن طالب صف سادس الابتدائي وسط انهيار وبكاء الجميع. ممكن اصدقائه كمان من الاطفال حرصوا على الحضور لتشييع جثمانه. هنا يمكن زي ما قلنا لحضراتكم خروج المدينه باكمله في مشهد جنائزي مهيب بعد ان توفى الطالب ايمن فتحي صاحب 11 عام نتيجه ازمه قلبيه
مفاجأة حال عودتي من أحد الدروس الخصوصية في مدينة كفر زيات وهو صايم. يمكن أحد أصدقائه اتكلم معانا منذ قليل وقال آخر مرة شفته فيها كان امبارح بيسألني أنت بتجيش ليه؟ متابعينا متابعة الجراف مصر في كل مكان يعني حالة من الحزن هنا داخل مدينة كفر الزيات تقيم على وجوه الأهالي. كمان الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأوعية الدموية قال لابد من الفحص الطفل عند وصوله لسن الصيام وعمل تحاليل اللازمة. يمكن بوكيه من الورد على النعش.
ممكن متابعينا متابعين تليجرام نصيب في كل مكان مشهد جنائزي مهيب مهيب في يعني اثناء تشييع جثمان الطالب ايمن فتحي اللي توفى بازمه قلبيه مفاجئه قبل اذان المغرب بلحظات قليله. ننزل قلنا لحضراتكم حرص اصدقاء يعني او اصدقاء الشاب من الطفل المتوفي حرصوا على الحضور يعني لتوديع صديقهم وان وصل الى الانهيار بكاء وانهيار لبعض منهم. كمان الدكتور جمال شعبان استشاري للقلب والاوعية الدموية كمان نوه وقال ان يعني عند وصول عند وصول الاطفال لسن الصيام لابد من عمل التحاليل والفحوصات اللازمه اللي بتمرن عليهم قبل قيامهم بالصيام. معاك تليفون تاني؟ اه